بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد أوحى الله تعالى إلى سيدنا موسى عليه السلام أن أسر بعبادي. هكذا تلقى موسى عليه السلام الأمر من الله تعالى بأنه ينطلق بقومه من بني إسرائيل ليلا ويتوجه نحو البحر ويغادر مصر. وبالفعل جمع سيدنا موسى عليه السلام قومه في حشد كبير جدا، ضم آلاف الرجال والنساء والأطفال، وكلهم صاروا بقى متوجهين إلى ناحية خليج السويس، وحملوا معهم كل ما استطاعوا حمله. يعني شالوا بقى معاهم هم ماشيين الأمتعة بتاعتهم وأشياء كتيرة خاصة بيهم. وكمان نساء بني إسرائيل عملوا عملة مش سهلة، حملوا معاهم الحلي والجواهر والزينة اللي أخدوها من القبطيات المصريات، وكمان خدوا معاهم كل حاجة استعروها واستلفوها من المصريات من ذهب وفضة والسبائك والحلي. وكان طبعا مصر مشهورة بهذا الأمر، والحلي بتاع مصر معروف، والذهب والفضة خدوا منهم الذهب والفضة بطريق الحيلة والخديعة قبل ما يرحلوا بيوم. وهم كانوا عارفين لأن سيدنا موسى أخبرهم إن هم هيتحركوا، فقبل ما يمشوا بيوم خدوا كل المصوغات الذهبية دي بالحيلة وبالخدعة، واللي عندها حاجات سلفاها لم يعني ترجع الحاجة دي أو لم تعد بهذه الأمانات إلى أصحابها، وكان ده بتدبير مقصود منهن، وما رجعوش الحاجة إلا أخدوها. ودي كانت عند نساء بني إسرائيل أمانات عندهم، أمانات عندهم يعني ملهاش علاقة بكون إن المصريين ظالمينهم ولا جايين عليهم ولا لأ. يعني دي قضية ودي قضية، والمفروض إن دولت يعني أمة مؤمنة وتعلم إن دي أمانات، فالمفروض إن هم يرجعوها. لأ، خدوها واستباحوها لنفسه. ولم يمضي وقت طويل على انطلاق بني إسرائيل
حتى عرف وعلم فرعون بأمر هذا الرحيل، وفوجئ به وثارت ثائرة وجن جنون فرعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. أعلن فرعون النفير العام وأرسل في طلب بني إسرائيل، دول مين أذن لهم يمشوا من مصر؟ فبدأ يبعت في كل مصر وأمر إنه يجمع له الجيش كله من كل المدن المصرية للقضاء على بني إسرائيل. وأعلن عن سبب هذا النفير، وكمان أعلن إنه دي مطاردة لازم تتم بسرعة وبقوة لبني إسرائيل قبل ما يفروا من مصر، إنه طبعا هو كان مستعبدهم وبيستعملهم وبيستخدمهم وما يقدروش، كأنهم محبوسين محصورين ولا يقدروا يروحوا يمين ولا شمال، عمل لهم إقامة جبرية، وكمان ما يخلطوش المصريين، هم قاعدين كده في طرف في أطراف مصر، ما بيقعدوش في حتت فيها المصريين، فهو بالنسبة له ده تجرؤ منهم على إن هم يعصوا أوامر فرعون. فأصدر بيان وقال فيه كما قص علينا القرآن الكريم: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يعني دول شوية كده شوية قليلة نقدر عليهم، شوية ناس يعني هم فاهمين نفسهم إيه، أنتوا تقدروا عليهم. وأظهر فرعون كمان مدى تغيظه من بني إسرائيل، وتغيظه وحقده وشدة غضب فرعون من أفعالهم، لأن الفعل ده كان فيه مفاجأة وبالنسبة له فيه جرأة. حتى القرآن وصف لنا الحالة النفسية اللي هو كمان اتكلم بيها عشان يحث المصريين على حشد الجيش للقضاء على بني إسرائيل. قال كما قص علينا القرآن الكريم: وإنهم لنا لغائظون. وقال كمان: وإن لجميع حاذرون، يعني إحنا كمان متيقظين، نحن متيقظون متأهبون. وكان فرعون يريد إنه يرجع موسى وبني إسرائيل لعبوديته تاني، هو كان بيستخدمهم حتى هما مش عارفين يتحركوا، هما في أسره في قبضة يده، والجند في كل الأماكن، محدش يقدر يطلع ولا يدخل إلا بمعرفة فرعون. حتى لما اتفقوا فيما بينهم وأمرهم سيدنا موسى بأمر الله تعالى إنهم يبتدوا يتحركوا برا مصر، عرف فرعون، وكان على مشرق النهار كانوا هناك قدامهم، وصل إلى النقطة اللي وصلوا إليها عند ساحل البحر، يعني تقدر تقول في ظل ساعات قليلة في هذه الليلة الخطيرة المضطربة بالكثير من الأحداث العنيفة والشديدة والمفاجئة، اجتمع لفرعون جيش عظيم جدا ضخم، وتقدم فرعون جيشه يقوده بنفسه وخرج يطارد موسى وقومه. وكان موسى في هذه المسيرة شيخ كبير، جاوز 70 من عمره عليه السلام. لو نفتكر سيدنا موسى خرج من قصر فرعون، هو كان ربيب قصر فرعون واللي رباه فرعون، وفرعون كمان كان يعني مرتبط بسيدنا موسى وكان بيحب سيدنا موسى، لغاية ما بلغ 30 وخرج في اليوم اللي خرج فيه حدثت حادثة القتل الخطأ، ونصحوا الرجل المؤمن من آل فرعون إنه يهرب لأن فرعون ناوي يقتله ويقتص من، إذا ثبت إنه هو اللي عمل الجريمة دي، ولم يكن يعرف فرعون بأن ده قتل خطأ لم يقصده موسى عليه السلام. في الوقت ده كان سيدنا موسى عنده 30 سنة وفر هاربا إلى مدين، وقعد في مدين 10 سنين، ورجع بقى عنده لما رجع تاني قابل بقى فرعون وحدث يوم الزينة، كان في عمر 40، وبعدين قعد 30 سنة يدعوهم وتحصل الآيات، الضفادع والدم والقمل والطوفان 30 سنة، فكان قرابة 70 في الوقت ده وهو واخد بني إسرائيل. شوف كفاح سيدنا موسى قد إيه عشان يخلص بني إسرائيل من فرعون، وشوف بني إسرائيل هيقابلوا فعل سيدنا موسى ده بإيه قدام. بننبه لأنه عشان نفهم الكلمة المذكورة في القرآن: وكذب موسى. ألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
أهلا وسهلا بحضرتكم. قلنا قبل الفاصل أنه اجتمع لفرعون اللي بعت يجمع جيش ضخم من كل مصر، اجتمع له جيش ضخم جدا، وأنه الليلة دي لأنها كانت ليلة حاسمة وليلة مضطربة بالكثير من الأحداث الشديدة والمفاجئة، وتقدم فرعون الجيش وبدأ ينطلق بالجيش لمواجهة ومطاردة موسى وبني إسرائيل. وكان سيدنا موسى عليه السلام زي ما قلنا لحضراتكم في هذه المسيرة شيخا كبيرا قد جاوز 70 من عمره، لكنه عليه السلام كان بعزم النبي الصادق كأنه شاب في 20 من عمره عليه السلام، وقاد سيدنا موسى قومه منفذا أمر ربه سبحانه وتعالى، قادهم يعني مسرعا مثابرا واثق، عنده يقين بالله العظيم، يلهج لسانه وقلبه بذكر ربه حتى وصل آخر الليل إلى ساحل البحر الأحمر. وهناك سألوا حزقيل، لو نفتكر حزقيل مؤمن آل فرعون اللي نصحه قبل كده وقال له يعني أنه يخرج من مصر، سألوا حزقيل ويوشع ابن نون، الاثنين سألوا. يوشع بن نون هو من ذرية سيدنا يوسف عليه السلام، لو نفتكر برضو أن سيدنا يوسف جه واستقر في مصر وجاب أهله وقعدوا، من الذرية بتاعته كان سيدنا يوشع بن نون عليه السلام، وكان يوشع بن نون من سادات بني إسرائيل من كبار علمائهم وعبادهم الكبار. فسألوا الاثنين حزقيل ويوشع، قالوا سيدنا موسى عليه السلام أين أمرت يا كليم الله وهذا البحر أمامك؟ يعني هنروح فين أو هنقف فين أو فين النقطة اللي المفروض نكون عندها؟ فأجابهما موسى عليه السلام وقلبه ممتلئ ثقة بالله العلي العظيم، قال موسى أمرني ربي ببلوغ البحر ولا أدري ما أصنع بعد ذلك ولكن ربي سيخبرني. ثم أشرقت الشمس وتمزق ستار الليل الذي كان يغطي موسى وبني إسرائيل، وأصبح الآن موسى وكذلك قومه أصبحوا مكشوفين لفرعون وجنود فرعون. ومع الشروق كانت طلائع جيش فرعون على مرمى البصر من بني إسرائيل، قال الله تعالى فأتبعوهم مشرقين، يعني لحقوهم وقت شروق الشمس. يعني شوف القرآن بيرسم لنا المشهد بدقة، وإمتى مشيوا بالليل وبعدين وصل جيش فرعون في وقت شروق الشمس، ده يقول لك على مدى حرص فرعون على الفتك ببني إسرائيل. ونظر بنو إسرائيل فإذا بهم فجأة يرون طلائع جيش فرعون قدامهم مقبل عليهم بخطى يعني حثيثة، وجايين في وسط سحابة هائلة من غبار حوافر خيولهم ومشاتهم. قال الله تعالى فلما تراء الجمعان، يعني بقى كل فريق قدام التاني، تراء الجمعان كل فريق قدام التاني، بني إسرائيل هنا ناحية ساحل البحر وهنا جيش فرعون وجيش فرعون، وبقوا الاتنين قدام بعض. في اللحظة دي خالط الخوف الشديد قلوب بني إسرائيل وساءت بهم الظنون. قال الله تعالى قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يا موسى نحن أمام ساحل البحر وذاك فرعون وجنوده أمام أعيننا يقتربون منا، فأين المفر؟ إنهم لا محالة سيدركوننا ويلحقون بنا ويقتلون يا موسى، فأين النصر وأين النجاة؟ على طول شكوا، مش يبقى عندهم ثبات المؤمن عند المحن. صحيح المؤمن قد يتزلزل لكن ما يشكش، يخاف طبيعي لأنه بشر، بس ما يسئش الظن، لأنه من الطبيعي أن الإنسان يمر بامتحانات وابتلاءات شديدة يزلزل فيها الإنسان المؤمن، لكن يكون عنده يقين أهل الإيمان، وأي شيء يحصل هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والله تعالى لأنه الله الحكيم فكل فعل بيتلقاه أو بيجري
أثر على الإنسان، إنما هو يجري عليه بعلم العليم وبحكمته. فإذا المؤمن تغذى بهذه المعاني يثبت قلبه، يثبته العقيدة كل ما تتمكن في قلب الإنسان المؤمن يثبت. زي ما شفنا في السحرة المصريين اللي لما آمنوا شافوا الآية المعجزة واهتزت قلوبهم وخالط الإيمان بصدق قلوب السحرة، خروا سجدا لله وأراهم الله تعالى منازلهم من الجنة فطمنهم. ما همهمش بقى أن فرعون بعد كده هيقطع إيديهم ويقطع رجليهم ويصلبهم في جذوع النخل، لا، ده كمان استشفعوا بأنهم كانوا أول من آمن بموسى. سحرة فرعون المصريين أول من آمن بموسى عليه السلام واستشفعوا بإيمانهم بالأسبقية في الإيمان، في إن هم ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم خطايا، وما همهمش التهديد فرعون، وما همهمش التنكيل بيهم بعد كده، بل بالعكس في عز الأزمة وفي عز الامتحان الصعب متعلقين على جذوع النخل، وقبل ما يتعلقوا كان قطع إيديهم ورجليهم، الإيد اليمين مقابل ليها الرجل اليسرى، وسيبهم كده يعني يتصفوا من دمائهم ويموتوا موت بقتلة أو موتة بشعة، لكن صبر الإيمان اداهم يقين، وربنا سبحانه وتعالى لأنهم كانوا مؤمنين بصدق لما سجدوا لله أراهم منازلهم من الجنة، فهم كانوا شايفين أنهم شهداء بررة وهم ما زالوا في الحياة الدنيا. هكذا يصنع الإيمان بأهله. صحيح الإنسان يخالط قلبه الخوف طبعا، وهل لما يخالط قلبي الخوف وأثبت أول ما تهز كده أبتدي أهدى بالإيمان، ما هي العملية دي، الوجع ده، التعب ده، المكافحة النفسية دي عشان أكون أنا ثابت بأنوار الإيمان، ده الامتحان هنا والابتلاء هنا، لكن أنا عندي سكينة المؤمنين. قوم أو بني إسرائيل أول ما شافوا فرعون والجيش اتخضوا وقالوا له ده البحر هو وفرعون قدامنا، فين اللي انت قلت عليه؟ زي ما قبل كده قالوا له انت من قبل ما تيجي احنا تعبانين في مصر، ومن بعد ما جيت احنا برضو يعني في شقاء وتعاسة. مفيش احترام لنبيهم الكريم عليه السلام. فسيدنا موسى صبر كتير مع بني إسرائيل فطمنهم، أنا موسى بني إسرائيل، طمنهم إلى إن فرعون مش هيدركهم ولن يقعوا بين يديه. ليه؟ مش بيتكلم كده، لا، بيتكلم من إيمان راسخ، هو اللي بيخليه يتكلم، في عقيدة، في إيمان، في تصديق إنه هم مش هيقعوا في إيد فرعون لأن الله معه، سيهديه لما ينجيه وينجيهم. فقال لهم سيدنا موسى العبارة اللي هي ذكر عظيم لكل إنسان مؤمن خايف من حاجة أو قلقان من شيء أو على شيء أو مضطرب الخطى في حياته، في حاجة قلقاه، في حاجة تعباه، في حاجة مكدرة عليه سلام نفسه، في شيء هو خايف منه، في شيء مستحيل بأسباب الدنيا، لأنه هم قدامهم بني إسرائيل على ساحل البحر وفرعون بجيشه الضخم اللي جمعوا من مصر كلها قدامهم، بالمنطق السببي إنه هم يدركهم فرعون، لكن سيدنا موسى بالإيمان الراسخ وتعلق قلب سيدنا موسى عليه السلام بخالق الأسباب كان عنده يقين شديد، أراد أنه يبث هذه الطمأنينة في نفوس بني إسرائيل. وعلمنا الذكر ده اللي هنختم به فقرة التفسير، واللي القرآن الكريم سجله لنا عشان يكون معانا في كل لحظة ممكن الإنسان يمر بيها، يعتري خوف شديد أو يعتري قلق شديد أو يعتري أي نوع من أنواع الاضطراب أو حمل الهم أو أي أو إنه مش عارف يختار الطريق المظبوط أو إنه محتار في شيء أو عموما في الحياة، لأنه الابتلاء ده كان صعب جدا على سيدنا موسى وعلى بني إسرائيل. قال الله تعالى، قال حكاية على لسان سيدنا موسى وهو بيطمن بني إسرائيل بيقول لهم، قال كلا، سيبكم الكلام اللي بتقولوه ده، سيبكم من منطق
الأسباب اللي انتوا عايشين بيها، احنا في امتحان شديد ورب الأسباب جل جلال الله معنا، فبيقول لهم قال كلا إن معي ربي سيهدين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين. أهلا وسهلا بكل مشاهدين الكرام، مشاهدين قناتنا الحبيبة قناة أون والقناة الأولى المصرية والقناة الفضائية المصرية وسائر مشاهدين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بحضرتكم جميعا. نذكر بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا. بنستقبل الأسئلة، بنرد من خلال الشاشة، ما فيش رد من خلال الصفحات أبدا مطلقا، زي ما احنا طريقتنا مع حضراتكم من زمان. نلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وفي شريف استقبال أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة قدر الطاقة، بنحاول نجاوب على الأسئلة في ذات الحلقة، ما كانش فبنأجل لأقرب حلقة للرد على بعض الأسئلة اللي ربما محتاجين نحن نأجلها ونأجل الرد عليها. ويوم الأربعاء هو المخصص للرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم اللي بتفد على صفحتنا الصفحة الرسمية، وبنعرض كمان فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل، ونبدأ إن احنا ناخد أسئلة حضراتكم. سلام عليكم أستاذة منى. أهلا وسهلا يا أستاذة منى. تفضل يا فندم. أستاذة يسرى. ألو. أهلا يا أستاذة يسرى، تحاول أستاذة منى تكلمنا. زي حضرتك. أهلا وسهلا أستاذة. أنا سعيدة أن بكلم حضرتك. أسعدك الله في الدارين. الله يخليك يا رب. أنا عندي ثلاث أسئلة. معاكي. أنا كنت عايزة دعاء للضيق. حاضر. واللي هو غير اللي هو في الأذكار اللي هو الكبير ده. حاضر حاضر. وكنت عايزة أسأل عن اللي هي مشاهدة الموفز اللي هي الأفلام والأفلام الأجنبي وكده دي، يعني لو فيها مطلق مثلا مطلق الأفلام يعني سواء عربية أو أجنبية. بس عشان لو يعني بتفرج على أفلام أجنبي كتير فممكن بيبقى فيها حاجات غير لائقة، يعني دي ممكن أخذ عليها ذنوب. غير لائقة اقفلي ضير قومي اعملي حاجة وارجعي. أنا بعمل كده حضرتك، بس يعني ساعات بيبقى في يعني بتبقى لتكملة فيما بعد، يعني ده مقصدي. حتى برضو في الأفلام العربي القديمة برضو كده، فمش عارفة هي دي ممكن ناخد عليها ذنوب ولا لا. حاضر. السؤال الثالث. السؤال الثالث، كنت بصلي العصر في المسجد، فدخلت في الجماعة مع والشيخ يعني بيقول التشهد الثاني، فكده ليه ثواب الجماعة؟ وكنت حصل في نفس اليوم برضو الموقف، معلش هو دوت انا ما قلتش. يعني انت ده يعني ده انت كده كنت بتصلي مثلا صلاه ايدي العصر، او انت دخلتي على الركعه الرابعه؟ لا ما دخلتش في الرابعه، دخلت في الثانيه. الركعه الثانيه بالتشهد الاول. وفي الاول. طيب. انا اسف.
وفي الظهر برضه ولما انت يعني لما سلم الامام قمت جبتي ركعتين اللي ناقصين لك. ايوه عملت طيب كده طيب فعلا. طيب وفي خلاص الظهر برضه حصل بقى لي نفس الموقف. حاضر قولي سؤالك الرابع اتفضلي. الله يخليك. حصل لي بقى موقف وانا بتوضى فشرابي حضرتك يعني ضاع يعني فقدته يعني. وبعدين دخلت صليت بفرده واحده ساعتها. وبيضيع مني ساعات حاجات كتير كده يعني ممكن مثلا ازازتي ممكن مثلا فلوس تقع مني يمكن يعني بس ساعات انت مشغوله مدوشه بحاجات كتير فربما يعني ايوه هو حقيقي أنا ده لان ممكن الانسان بينسى كلنا بنتعرف. واحده زميلتي قالت لي ان دي بقى تبقى صداقات يعني عليا فده صح ولا غلط؟ حاضر بس بشكر حضرتك جدا. انا اللي بشكر حضرتك. شكرا يا استاذه منى. ازيك يا دكتوره عامله ايه؟ الحمد لله ست كل الحمد لله. بحب حضرتك جدا. الله يحفظك ويبارك في عمرك. احبك ولادي 3 سنين و5 سنين بيسمعوكي كل يوم معايا. والله دي حاجه جميله. والله ده بص انا دخلت الاوضه وقفلت عشان عايزين يكلموكي. حبايبي اهلا بيهم. يا ريت. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. اهلا وسهلا دكتوره. كنت عايزه اسالك ان حضرتك قلت الدعاء بيغير القدر تمام؟ نعم. طب يعني مثلا لو شخص توفى مثلا هو 20 سنة 18 سنة سن صغير فهل يعني ده هو كده مكتوب له ان هو يتوفى مثلا هو عنده 20 سنة؟ نعم. هل لو احنا كنا مثلا بندعي له ان هو ربنا يطول في عمره وكده كان ممكن عمره يطول عن كده ولا هو المكتوب كده كده لما بينكتب اول لما يتولد ده بيتنفذ حتى لو بندعي؟ يعني انت قصدك ان احنا لو كنا بنقرا له الاذكار او الدعوات كان ربما طال عمره اكثر من ذلك. ده اللي انت عايزه تساليه. ولا هو مثلا مكتوب من اول الطفل لما بيتولد ده بيتنفس حتى لو احنا بندعي. حاضر حاضر. وعايزه اسال حضرتك سؤال تاني. تفضل. يعني انا اخويا توفى 17 سنه فانا عايزه اقول لحضرتك اول حاجه بعملها اول ما بصحى بدعي له قبل ما بنام وطول الوقت اللي انا فاضي فيه بدعي له يعني ممكن في اليوم 100 مره او 200 مره. هل بيوصل له ان انا بدعي له مثلا طبعاً 200 مره؟ طبعا ولا بيوصل له ان هي بتدعي لك وخلاص؟ لا كل ده هم بيبقى الكشف عندهم اوضح يعني بيبقى الدنيا بالنسبه لهم شايفين كل خير انت بتعمليه بيوصل في التو والحل. شفت انت بتبعتي المسجات شفت توصل ازاي بسرعه في اسرع. شكرا. نعم دكتور. طيب هنطلع الفاصل ومعلش عشان الوقت النهارده يمكن مقدمه التفسير طالت شويه نرجع بعد الفاصل ان شاء الله الرد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اهلا وسهلا بحضراتكم. الاستاذه يسرى كانت سالت اكتر من سؤال. هي عايزه دعاء لاذهاب الضيق وبتقول غير الاذكار اللي هي متسجله واحنا بنذاعها لكن في اذكار كتيره جدا من ضمنها واشهرها لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ده دعاء سيدنا يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت واجتمعت عليه ضوائق كثيره ظلمه الليل وظلمه بطن الحوت وظلمه البحر وهو في عمقه في داخل بطن الحوت وكان قمه في الضيق. فدي هو بالتالي سال الله سبحانه وتعالى وتوسل بالتوحيد: سبحانك لا اله الا انت اني كنت من الظالمين. كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثرة قول لا حول ولا قوة إلا بالله لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حول ولا قوة إلا بالله. كان يعني هذا الذكر شفاء من 99 داء أيسرها الهم. فتبقى بأعداد يعني على قدر الضيق على قدر الذكر واستغراق الوقت في الذكر. أقوله على الأقل مرة 3 5 7 مش مشكلة، لكن كل ما زيد كل ما يعني بيخالط قلبي أنوار الذكر فبهدى الإنسان يهدى. وبالذات لا حول ولا قوة إلا بالله بأعداد. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يشرح صدر حضرتك. بالنسبة لحكم مشاهدة الأفلام، إحنا قلنا الكلام ده قبل كده على حسب المحتوى.
لو كان الهدف بتاعها يعني القصة طيبة وهادفة جاز الإنسان أنه يشاهدها وإلا فلا يجوز، لكن لو حاجة بقى خليعة من أولها لآخرها ومعروف كده فأنا خلاص هجتنبها، أو شاهد شيء أرفه بيه وفي نفس الوقت يحصل للإنسان نوع من الاستمتاع أنه بيشوف حاجة لطيفة يخفف بيها عن نفسه عناء اليوم وفيها قيمة، ما تبقاش حاجة يعني مسفة. هفترض ان ممكن تكون قصه كويسه لكن جالي عرض لي بعض المشاهد اللي انا اشوف ان انا ما ينفعش ان انا اشوفها، خلاص اغض الطرف عنها واقلب اغير لغايه ما يجي مشهد تاني وارجع تاني للقصه. لكن الانسان المؤمن حرصه ده شيء كويس، لكن برضه هو مش هيدير ظهره لكل التطورات لانه البشريه للانسان بيوصل لها ويقدر ان هو يستفيد بيها، وكل حاجه في الدنيا فيها ان الوسائل كثيرة ومتنوعة، ممكن أستعمل الوسيلة دي غلط، ممكن أستعمل الوسيلة صح بحسب الهدف والمضمون اللي أنا عايز أستعملها من أجله. فما أقدرش أقول إن كل الأفلام ما ينفعش أشوفها ولا كل الدراما ما ينفعش أشوفها، ده كلام مش منطقي. إنما أشوف من الأفلام وأشوف من الدراما الحاجات الطيبة اللي ترقى بوجدان الإنسان، وده لون من ألوان الفنون اللي ترقى بنفس الإنسان وعقل الإنسان وروح الإنسان طالما كانت أهدافه طيبة مضامينه صالحة تقدم نفع للإنسان. ولازم إنها تنسج في شكل أدبي ودرامي يشد المشاهد، يعني هذا القدر لازم هيكون موجود في غير إسفاف وفي غير معارضة لنصوص الوحي الشريف. فالموضوع ده يعني كده واضح، وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده مرارا وتكرارا. بالنسبة لي سؤال حضرتك الثالث الخاص بأنك أدركتي من صلاة العصر الركعة الثانية وبتقولي هل أنا كده هاخد ثواب صلاة الجماعة؟ نعم سيدتي الفاضلة، حصل لك ثواب الجماعة ولو أدركتي حتى صلاة الجماعة قبل التسليم، يعني خلاص الإمام هيسلم والمأموم كده دخل أدرك بس قبل ما يسلم لك أدركتي ثواب الجماعة، وإن شاء الله بإذن ربنا يبارك ويتقبل ودائما يكون عندك الحرص على صلاة الجماعة لما فيها من مضاعفة الأجر والثواب، والمؤمن دايما عنده حرص على زيادة حسناته. يا صاحبة السؤال أستاذة يسرى، سؤالك برضو الخاص إنك لما دخلتي المسجد تتوضي فتسرق الشراب فصليتي بفردة وفردة، فهل أنا كده صلاتي؟ طبعا صلاتك إن شاء الله بإذن الله مقبولة، وعلى مذهب السادة الأحناف مفيش أي مشكلة إن حضرتك تصلي. إحنا قلنا السادة الأحناف عندهم إنه قدم المرأة ليست بعورة وإنه ظاهر القدم ليس بعورة يا صاحبة السؤال. وبالنسبة إذا الإنسان وقع عليه مضرة، يعني اتسرقت حاجتي، اتسرق الشراب، ضاع منك شيء، ما هو الشيء ده هيضايقك، فلما تتضايقي ده في حد ذاته مغفرة لك، صبرك على الحدث اللي حصل بتاخدي على الصبر ده أجر. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إنه وما من شوكة يشاكها العبد إلا وغفر له، يعني أي حاجة صغيرة تنكد عليه تضايقه، وأكيد أنا مش هبقى مبسوطة لما أدخل وأبقى معايا الشراب بتاعي يتسرق ولا حاجة تضيع مني ولا حاجة تقع مني. فأنت بتقولي حد ضايق فهصبر على هذا الشيء، والإنسان يؤجر على صبره ولا يقول إلا خيرا، دي أهم حاجة، وتمام التسليم والرضا والنطق بما يرضي الله، والنطق بما يرضي الله. أي حاجة تقدر، إنا لله وإنا إليه راجعون، أي شيء يعني أحس إن أنا نفسي تخالطني في شيء أسبح سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، على طول لساني ذكر مش إساءة، فأؤجر وأساب على ذلك. أما بالنسبة بقى لمسألة إنك الحاجة بتضيع، ما تعوليش على إن في حاجة مش أنت، عوليها على إن أنا ممكن أكون مشغولة زيادة عن اللازم فأنا في ضغط، والإنسان العقل بيعمل زي بيفصل بعض الوقت عشان يريح البني آدم، فيقوم يفصل فينسى من كتر الضغط اللي عليه، فينسى حط الحاجة فين يقول لك ده ضاعت. أحيانا ده بيحصل، وده من لطف الله سبحانه وتعالى بالعبد، بدل ما يحصل قفلة تامة بيبقى مؤقتة كده، كأنه يعني بيرفع الـ عن الإنسان الضغط ده بأنه يفصله شوية ويقوم راجع تاني، فبينسى فيبقى مش فاكرة وحط فين الحاجة بتاعته، وقعت منه ضاعت. معولش بقى أنه جن وعفاريت، لا،
وارد من الضغط اللي كلنا بنتعرض له، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. هيبقى معانا سؤال منى في الدعاء أنه يرد القضاء وشرح هذا المعنى الوارد في الوحي الشريف، وإزاي هنفهم ده من خلال شرح ما هو معلق من القضاء وما هو حتمي خلاص، ما هو موجود في اللوح المحفوظ وما هو في النسخ التي مع الملائكة الكرام. هنفصل فيها الكلام غدا بإذن الله تعالى، ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى راجين داعين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك. نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا بحق، بحق ليس لها من دون الله كاشفة، بحق ليس لها من دون الله كاشفة، بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.